أحيا النجم خلدون سودان سهرة طربية بقصر النرجس، والأجواء كانت أكثر من رائعة. خلونا نشوف كيف كانت الأجواء بالتقرير التالي. نجم مميز جداً بخامته الطربية الأصيلة يلي بتذكرنا بأيام الزمن الجميل، بأدائه الرائع وقربه من القلب وأكيد بمحبة الناس إله. النجم خلدون سودان، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة وتلفزيون نينار. أهلا وسهلا فيكم حبيب القلب، أنا بتشرف فيكم وأنا وأنتوا نورتونا، وأهلا وسهلا فيك حبيب القلب، شكرك من كل قلبي. أهلا فيك. اليوم نحن موجودين معك بكواليس الحفل وبالبروفا، خبرنا بشكل عام كيف كانت البروفا اليوم وشو هيك الطقوس الخاصة بالنجم خلدون سودان، كيف بيحضر الأغاني اللي بده يقدمها كمان؟ والله عملنا بتعرف يعني كل حفلة لازم يكون في بروفا للصوت لأدق التفاصيل حتى تطلع حفلة حلوة، حفلة متكاملة بالنسبة للصوت، بالنسبة للموسيقيين، لكل شيء. يعني لازم يكون في كل حفلة يكون في بروفا، والحمد لله كانت الأجواء كتير حلوة وكان الصوت كتير حلو والتحضيرات كانت كتير حلوة إن شاء الله. وبالنسبة للأغاني يعني كيف اليوم بدنا نشوف تفاعل الجمهور، يعني عرفتي، بس هو حيكون الكم الأكبر هو كم الطربي، يعني لأن العالم متعطشة للطرب وللي، لأنه اليوم تعرف أنت اليوم الأغاني الشعبية كتير، فالعالم بدها حابة تسمع طرب، حابة تغير شوي، يعني عرفت كيف؟ إن شاء الله بتطلع حفلة بوجودكم بوجود العالم الحلوة الطيبة إن شاء الله. النجم خلدون سودان ذكرنا بأيام الزمن الجميل وقضينا معه أحلى الأوقات. لتلفزيون نينار كنت معكم شارل عبد العزيز.